الأستاذ الفاضل أحمد عيون، رئيس مهرجان الفضائيات العربية، الأستاذة الفاضلة وفاء ماهر، نائب رئيس المهرجان، وأهلا بالقوة الناعمة. أنا بعيدة شوية مش شايفة ناس كتير، بس أهلا بالقوة الناعمة المصرية، القوة المتينة المبدعة المذهلة، والقوة الناعمة العربية أيضا. أنا حاسة إن في طاقة إيجابية بس يعني قوية شوية عليا، وأنا شايفة وجوه كتير أعرفها وبحبها، فمش قادرة أقول أسامي كتير، بس برحب بيكم جميعا، كل نجومنا المصريين الكبار الموجودين معانا النهارده. سعيدة جدا إن أنا أكون معاكم، وعايزة أبتدي معاكم الحكاية. بما إننا في زمن الرقمية والرقمنة والأرقام والديجيتال، أنا بحاول إني أعرف أقرأ الأرقام اللي فيها 20 صفر. دي دخلت حياتنا جديد، في حاجة دخلت حياتنا كده اسمها المليار. كل ما أقوله النبي تقوم بألف سلامة، أقوله تقوم بمليون سلامة، يعني ما ينفعش، احنا عايزين نكبر الأرقام. لكن في أرقام فيها صفار كتيرة جدا هي معيار النجاح. يعني مثلا نقول 5,427,491,493 9 أصفار، يعني زيادة عن 1.5 مليار مشاهدة على يوتيوب، 16,700,000 هاشتاج دخلوا على هذا الاسم، اسم هذا المبدع اللي انا سعيده جدا اني اكون بقدمه ليكم النهارده. يا جماعه قال عنه الفنان عمر الشريف، حرفيا والله انا بقول، بس شريط صوته كان ضعيف عشان كده ما عرفناش نسياه، لكن موجود على الانترنت. عمر الشريف قال عليه، مسكت معاه مشهد او مشهدين او ثلاثه في المسلسل بتاعي، اتجننت كأني قابلت واحد هيكون أحسن ممثل في مصر. أنا راجل صريح بقول اللي في قلبي واللي في قلبي على لساني. ابني أطلق عليه كلمة ابني كممثل اللي هياخد محلي بعد ما ودع، أنا اخترته في مخي يكون ولي العهد. الله يرحم عمر الشريف فنان العظيم. السنة دي قدم دور من أدوار العمر، هو في الحقيقة ابن حلال وابن الحكة وابن الحارة المصرية الجدع، هو البرنس اللي بيجيب حق الضعيف لغاية عنده، وهو طموح الذي أصبح أسطورة. طبعا دي أسماء مسلسلات وشخصيات أبدع في تقديمها وعليها بصمات توأم النجاح المنقطع النظير في الدراما التلفزيونية الثنائي محمد رمضان والمخرج محمد سامي. جعفر المصري عمدة
مصر.